نكمل موضوع الريجيد بودي بالدايناميك وناخذ اكزامبل اخر. الفيجر بيلو indicates a particle of mass m. فاذا عندنا البارتيكل، هذا البارتيكل والكتله مالته هي m، which can move in a circular path about the y axis. فجاي يدور لنا حول circular path، يعني في مسار دائري حول ال y axis، يعني هذا هو ال y، هذا هو ال y، فجاي يدور لنا حول ال y axis. The plane of the circular path is horizontal. المستوى مالته هو أفقي وعمودي على ال y axis. هذا ال plane مالت البث، يعني مالت المسار. As the angular velocity الأوميجا increases، يعني كل ما تزداد ال velocity الأوميجا هنا، يعني السرعة الزاوية تزداد، the rises which means that the radius r of is circular path also increases. يعني هنا من يعني مشدود انها بحبل، يعني هذا بارتيكل ومشدود بحبل، فجاي يدور لنا حول ال y axis، وكل ما تزداد السرعة الزاوية جاي يصير جاي يرتفع، يعني هذا بارتيكل جاي يرتفع. وإذا ارتفع معناه أنه هذا نصف القطر، نصف القطر هذا الدوران جاي يزداد. Derive the relationship، يعني اشتقنا العلاقة ما بين الثيتا and الأوميجا for constant angular velocity، في سرعة زاوية ثابتة، and find the frequency in terms of theta. هسه حتى نحل نرسم الـ free body diagram. فنشوف هنا هذه، يعني شو رسمنا بها عندنا المسألة، هذا الـ free body diagram. نوع عندنا هذا الماس مشدود لنا بحبل، وجاي يدور لنا ب يعني البلين مالته هو أفقي، وجاي يدور لنا حول ال y axis. فال free body diagram للمسألة، هذا هو ال free body diagram، يعني هاي المسألة مالتنا. فنجي هذه هي الكتلة اللي هي الوزن مالتها، يعني ال m في h g، كتلة في التعجيل الأرضي. وعندنا هنا مشدود هذا ب tension، نشوف هنا أنا هذا شادينا تنشن، يعني هاي الكتلة الوزن مالتها عليها، وهذه القوة التنشن. جاي نفرض الاكس بهذا الاتجاه والواي بهذا الاتجاه. فنجي ناخذ هنا المثلث، لو اخذنا هذا المثلث والرسمة شو راح يصير لنا؟ طبعا هو هنا او هنا، يعني نفس الشيء في اي مكان. هذا الطول هو L، وهذا هو نصف القطر، فاذا هذا L وهذا ال R هو نصف القطر، وهي الزاوية ثيتا، وهي نفسها هاي الزاوية ثيتا هنا، يعني العمود هو ال T. ساين ثيتا المقابل على الوتر، هاي ساين ثيتا يساوي لنا المقابل على الوتر، فإذا ال R راح يساوي لنا ال L ساين ثيتا. ال AX هو ال A normal، normal acceleration، فعندنا normal acceleration وعندنا tangent acceleration، وجاي يدور لنا بهالشكل هذا، فراح يكون عندنا النورمال، هو هذا النورمال جاي يدفع هذا الماس او البارتيكل نحو الداخل، والتانجنت هو التانجنت يعني المماس، هذا الاكسلريشن المماس، تانجنت مماس، مماس المن مماس للمسار مالته، وهذا المسار هو الدائري، راح يكون مماس للمسار هو التانجنت، والثاني هو عمودي على التانجنت.
هذا العمودي على التانجنت هو جيد، فعندنا هذه الكتلة جاي يدفعها نحو مركز الدوران، والتانجنت لا هو يبعدها عن مركز الدوران. فإذا هذا النورمال هو جاي يدفعها إلى مركز الدوران، فهو النورمال اكسلريشن مقداره هو الأوميجا سكوير في الآر. وعندنا التانجنت الاكسلريشن التانجنت، طبعا هو هذا الاكسلريشن تانجنت هو جاي مفروض الاي واي هو الاكسلريشن تانجنت، والاي اكس اكسلريشن ان، يعني فرضنا هذا الواي وهذا الاكس، فهذا الاكس يعني هنا راح يصير هذا الواي، هذا اللي هو الفا في الار راح يصير صفر. ليش؟ انه كونستانت اوميجا، الفيلوسيتي هي كونستانت، معناها الاكسلريشن راح يكون صفر، مطينا بالسؤال هو كونستانت اكسلريشن، العفو كونستانت فيلوسيتي، فراح يكون الاكسلريشن بهذا الاتجاه، هي الفيلوسيتي هو بهذا الاتجاه، هذا هو الفيلوسيتي، والتانجنت هو ويا الفيلوسيتي، فاذا التانجنت هو يعني الاكسلريشن التانجنت هو اللي راح يساوي لنا صفر. summation اف اكس يساوي الام اكسلريشن اكس، طبعا قلنا حسب قانون نيوتن انه القوه من سلطة قوه راح يصير لنا الماس، شو يساوي نهاية بالديناميك ماس في الاكسلريشن، هو راح يعني من سلطة قوة على فد بارتكل سلطنا عليه قوة راح يصير بتعجيل هذا البارتكل راح يتعجل لنا، وهذا التعجيل هو يتناسب ويا من يتناسب تناسب طرد ويا القوة المؤثرة وثابت التناسب اللي هو الماس الكتلة، فإذا القوة راح تساوي لنا الماس في الاكسلريشن. طبعا هنا القوة شنو؟ summation، يعني ده احتمال مو قوة واحدة، فإذا هو مجموعة القوة. هسا summation اف اكس راح يساوي لنا الام في الاكسلريشن اكس، summation الاف اكس، فنيجي نشوف هنا القوة شنو هي اللي موجودة، هاي هي القوة اتجاه الاكس راح تتحلل لنا الى هنا، يعني قوة التنشن الى هنا تي ساين ثيتا وهنا تي كوساين ثيتا، بالاكس هي تي ساين ثيتا، فاذا summation اف اكس هي قوة قوة واحدة طبعا تي ساين ثيتا يساوي الام في الاكسلريشن ان، لان اتجاه الاكس وقلنا الان اللي هو النورمال، والنورمال شو يساوي لنا؟ الأوميجا سكوير في الآر، فإذا نجي نعوض مكان الأي بالأوميجا سكوير آر، هاي الأم ننزلها، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الأم في أوميجا تربيع في الآر، الآر اللي هي إل ساين ثيتا، هاي إل ساين ثيتا، سنجي نرتب المعادلة، راح نقسم على ساين ثيتا، نقسم الطرفين، راح يختصر، راح يبقى لنا تي يساوي أم أوميجا تربيع إل. هاي معادلة رقم واحد. نجي ناخذ summation of y يساوي الام في ال a y، نفس من free body diagram، فحللنا t هنا هذا الاتجاه قلنا اللي هو t cosine theta، فإذا t cosine theta ناقصا الام في الجي نحو الاعلى هو موجب نحو الاسفل سالب، الكتله في التعجيل هو الوزن راح يساوي لنا صفر. ليش؟ لانه قلنا الاكسلريشن باتجاه الواي اللي هو الاي تانجنت يساوي لنا صفر، فاذا هاي راح تساوي لنا صفر. هسه رتب المعادله، التي راح تساوي الام في الجي على كوساين ثيتا، وهي معادله رقم 2. equating equation 1 and 2، فراح نساوي المعادله الاولى والثانية، شوف هاي الأولى وهاي الثانية، لأن يعني اثنين لنا للتي فنقدر نساويهن، فراح يطلع لنا الماس في أوميجا سكوير في إل يساوي لنا الماس في جي على كوساين ثيتا. هنا راح يختصر
فالأوميجا شو يساوي لنا؟ تحت الجذر جي على ال كوساين ثيتا. الفريكوانسي التردد اللي هو الاف شو يساوي لنا؟ الأوميجا على 2 باي. إذا الأوميجا هي هذه الأوميجا على 2 باي، فإذا هذا المقدار نقسمه على 2 باي راح يعطينا الفريكوانسي. طبعا وحدة قياسه هو الهرتز، هذا الفريكوانسي about ال y axis. ناخذ مثال آخر. And the system below، فعندنا نظام كما في الأسفل of pulleys. بولي يعني هاي البولي نسميها بولي هذني. And weights shown، والأوزان كما في الفيجر. Let x1 x2 x3 be the position of the 0.5 واحد واحد ونص كيلوغرام masses respectively. يعني مطينا ايش قد بعد كل بعد ما الويت هذه الاوزان. شوف هنا يعني هذا الـ x1 هو بعده references يعني ماخذ هنا بالاعلى، فايش قد بعده عن هذا الماس الاولى. شوف بعده عن الماس الاولى هي x1. الماس الثانية، شوف هاي الماس الثانية فبعدها عن الريفرنسز اللي هو هاد بالتوب راح يكون x2، والماس الثالثة بعدها عن الريفرنسز هي x3، فمطينا الأبعاد مالتهم. During any phase of the motion، يعني خلال any phase، يعني فيزات phase شنو الفيز؟ يعني هنا التحرك مالتها هو مثلا يتحرك الـ M1، يتحرك الماس واحد ويتوقف الماس اثنين وثلاثة، هذا راح نسميه فيس. ومرة مثلا يتحرك لنا الماس اثنين، فهاي نسميها فيس. المهم خلال أي فيس من الحركة after the system is released، يعني واحد من المراحل يعني من هذه الحركة هو راح تكون بهذا الشكل. Neglect the masses of the pulleys، يعني اهمل ان الماس الكتلة للبولي لهذا البولي. And the cords، وهاي الأحبال أو الخيوط الماس مالتها مهمل. And assume no friction، وأيضا friction ما عندنا. Determine the tensions in the cord، فالمطلوب من عندنا ايش قد التنشن في هذه الأحبال في الكورتز. هسه من نجي نحل نرسم الفري بودي دايجرام، دائما نرسم فري بودي دايجرام حتى تسهل المسألة. نرسم الفري بودي دايجرام. هسه نجي للبولي الأولى، شوف هنا البولي الأولى، هاي البولي الأولى. شلون يعني فري بودي دايجرام؟ انه اجي ارسمها حرة مثل ما تعلمنا، نرسم ال يعني نرسمها هنا هي حرة، نرسم هذا الفريم او البيم او اي شيء. هسه هنا عندنا بولي نرسمها حرة، وبعدين راح نجي نخلي القوة اللي عليها والمساند. فهنا نرسمها بحاية، اجي رسمناها من الاعلى هي مربوطة بالشكل هذا، فمربوطة بحبل، إذا معناها تنشن. شوف هذا الحبل، هذا التنشن سميناه تي تو، وعليها هنا بالأسفل هو هاي كتلة، كتلتين، هاي الكتلة وان، هاي الكتلة تو. هنا شنو سميناه؟ تي وان سميناه تي تو. ليش؟ لأن نفس الحبل، شوف الشد اللي موجود على نفس الحبل راح يعمل لنا نفس القيمة، نفس القوة ما تتغير. يعني أنا بالحبل وين ما أجي أقطع راح يعطينا نفس القوة. فإذا هنا تي 1 تي 2 صح، هنا أنا الماس هي متغيرة مو نفس الماس، ولكن الشد اللي موجود بالحبل هو نفسه، نفسه هو مربوط متصل، فإذا نفس الشد على الرغم من أنه هنا الماس تختلف. اوكي هنا تي 1 وهنا تي 2. البولي الثاني، شوف هذا البولي الثاني، نجي الرسمه رسمناه اللي عليه هنا، شوف هذا الحبل مربوط بهذا الشكل.
هنا طبعا شايل لنا هذا البولي سميناه هنا T2، فايش راح يصير عندنا؟ صارت هوسه صح، هذا سميناه T2، شوف هنا سميناه T2 هو نفسه هذا T2، بما انه شوف الحبل هو مربوط بهذا الشكل نفسه، فإذا القوة اللي موجودة بالحبل هي نفسها، وين ما أجي أقطع الحبل نفس القوة، فإذا هنا T2 هنا راح نسميها T2 إذا نفسها نفس القيمة. رسمنا free body diagram، هسه ناخذ البولي الأول هذا هو summation of y يساوي ال m في ال a، يعني هو حركة، فقانون نيوتن راح يقول انه القوة اذا سلطناها راح ايش نساوي لنا كتلة في ارتعاشين. هنا summation of y راح يساوي صفر، ليش؟ لانه الماس هي مهملة، صفر الماس هنا للبولي وللأحبال، فإذا الماس صفر فراح يصير ماس في الاكسلريشن كلها صفر، فإذا summation of y يعطينا يساوي صفر. summation of y ايش راح يساوي لنا؟ عندنا القوة نحو الأعلى راح تكون موجبة هاي T2، قوة نحو الأسفل راح تكون سالبة ناقص 2 T1 تساوي صفر، هنا T1 2 يعني T1 زائد T1 راح يعطينا 2 T1 فتساوي لنا صفر. نرتبها على T2 يساوي لنا 2 T1، فهذا معادلة رقم واحد. طبعا هنا شنو عندنا؟ مجهولين اللي هي T1 و T2، هو المطلوب من عندنا التنشن. زين، نجي للماس من نرسم الفري بودي دايجرام، هذه هي الماس الأولى. الماس الأولى ايش راح يساوي لنا؟ عندنا هنا 0.5 لما نرسمها بعدين راح شنو عليها؟ الوزن وهنا قوة شد، هذا اللي عليها، فإذا عليها وزن نحو الأعلى نحو الأسفل اللي هو 0.5 كيلوغرام، عليها شد نحو الأعلى اللي هو T1، وشو راح يصير الأكسلريشن؟ ماس في الأكسلريشن نحو الأسفل يعني ينزل، يعني هاي الماس دي تنزلها، فإذا M1 في أكسلريشن 1، ف summation of y راح يساوي لنا ال m في ال a. هسه نجي هنا ال summation شو يساوي لنا summation of y يعني قوة باتجاه ال y، راح يكون عندنا هنا 0.5 في 9.81 اللي هو هذا الوزن، يعني الكتلة في التعجيل راح يعطينا وزن نحو الأسفل، ناقص T1، شوف هنا طبعا هنا بالأسفل هذا T1 لأنه هو التعجيل راح يكون نحو الأسفل، عفوا نحو الأعلى بالسالب، فهذا بالموجب لأن التعجيل هنا نحو الأسفل، فشو يساوي لنا الماس الأموال في الـ A1؟ شو يساوي لنا هسه؟ إنه الماس هي 0.5 راح يساوي 0.5 في A، هذه عندنا هي معادلة رقم 2. نجنب لي الماس الثانية نفس الحالة، 1 في 9.81 حتى الوزن ناقص الـ T1، هذا الـ T1 راح يساوي لنا M2 في الـ A2، والـ M2 هو مقدارها 1 راح يساوي لنا الـ A2، هذه معادلة رقم 3. بالنسبة للماس رقم 3 هو 1.5 في 9.81 ناقص T2 راح يساوي لنا M3 في الـ A3، والـ M3 هي 1.5 فراح يعطينا هنا معادلة رقم 4. بس شنو صار عندنا؟ صار عندنا هنا T1 و T2 هي مجاهيل، وعندنا هنا الـ A1
والاي 2 والاي 3. length of chord 1 remains constant. وحتى نحل هذه المعادلات عندنا كم تشوف، شوف A1 A2 A3 و T1 و T2 خمس مجاهيل وعندنا أربع معادلات. طول الكورد 1 هو راح يبقى لنا كونستانت ثابت، يعني هذا الكورد، هذا الحبل هذا ويبقى ثابت، يعني هذا ينزل نزلت هاي صعدت هاي كلها راح تبقى ثابتة، يعني كطول ثابت وما يصير بي اكستنشن، ما يصير بي تمدد، وإنما راح يبقى الطول ثابت. فشي يساوي لنا هذا الطول؟ شوف كورد 1 راح يساوي x1 ناقص x زائد x2 ناقص x. هاي ال x1 وال x1 منا إلى هنا اللي هنا، هاي ال x1 ناقص ال x، هاي ال x فيعطينا هذا الجزء زائد ال x2 ناقص x، ال x2 هاي ال x2 ناقص هاي ال x راح يعطينا هذا الجزء. فإذا هذا الجزء زائد هذا الجزء هو راح يبقى طوله ثابت. شوف هذا الطول الثابت سميناه K1. هسه نجي هنا نرتب المعادلة، يعني x1 ناقص هنا x ناقص x راح يصير ناقص 2x، وهاي x2 يساوي لنا k1. لو اجينا اشتقينا للتايم ال x للتايم شو يعطينا؟ سرعة. فإذا راح يعطينا v1 يعني dx1 على dt هو v1 زائد v2 ناقص 2v. مشتقات هذا الثابت ال k1 هو صفر. اوكي اشتق هاي المرة الثانية للتايم شو يعطينا؟ dv1 على ال dt راح يعطينا ال a1، فإذا راح يعطينا a1 زائد ال a2 ناقص 2a يساوي صفر. هسه اعطانا هنا ال a ال acceleration ايضا مجهول، فنجي للطول للكورد 2 راح يبقى لنا ايضا كونستانت، ف x ناقص يعني x ناقص c. شوف هنا هذا ثاني، شوف الطول مالته ال x سريد وين؟ هذا الثاني وهذا طوله، طبعا هاي نحذف هذا الجزء راح يبقى لنا هنا، يعني هذا الجزء وهذا الجزء، فهو x هذا ال x ناقصا ال c راح يكون هذا. شوف زائد x3 ناقص c، x3 هاي x3 هنا احنا ناقص ال c، يعني هذا الجزء، شوف هذا الجزء زائد هذا الجزء شبيهم ثابت، يعني بأي حركة في أي لحظة راح يكون ثابت. وش يساوي لنا؟ يساوي لنا K2. نجي نرتبها راح تكون x زائد x3 ناقص 2c يساوي لنا K2. نشتقها للزمن يعني لل dx لل dt راح يطلع هنا v زائد v3، وهنا المشتقة للزمن راح يكون صفر وهنا صفر، فراح يصير v زائد v3 يساوي صفر. نشتقها أيضا للتايم، فسرعة للتايم راح تعطينا acceleration. فإذا dv على dt وراح يساوي ال a زائد ال dv لل dt راح يعطينا dv3 لل dt راح يعطينا ال a3 يساوي لنا صفر. فإذا هذه هي معادلة رقم 6، فأصبح عندنا 6 مجاهيل، 6 معادلات نقدر نحلها. راح نحل هذه الست معادلات ونستخرج ال t1 وال t2. T1 هو 6.92 نيوتن و T2 13.85 نيوتن وهو المطلوب.